IFM, tout ce qui est sport. Tout ce qui est sport. على اي اف ام احلى راديو مساتي 9 دقائق على اي اف ام. مرحبا بالجميع في برنامج توسكي سبور، برنامج اليومي نحكيو فيه اكتواليتي في الرياضه في تونس وفي العالم وفي كره القدم في تونس. حلقه اليوم 31 جويليا باش تكون خاصه بالنجم الرياضي الساحلي زبير بيا، يعلن رسميا توليه رئاسه الهيئه التسييريه الترجي التونسي وعوده معتز الدام. عديد الاجانب والنجوم في الترجي التونسي، ماكوينا وصل البارح والبلايلي، باش نرجعوا باكثر تفاصيل على تحليل للفريق وكاردوزو كيف ستتعامل مع الجانب النادي الرياضي بنزرتي. اليوم 31 جويلية آخر يوم في خلاص الديون اللاعبين، شنو عمل النادي الرياضي بنزرتي؟ باش تكون معنا كاتبة العامة للفريق باش تعطينا فكرة على آخر تطورات. كذلك النادي الإفريقي البارح كان أعلن عن رحيل وسام يحيى وزهير ذوادي، زوز لاعبين عطاو برشا النادي الإفريقي، باش نرجعوا لزوز لاعبين هذوما وشنو الكارير اللي عملوها في النادي الإفريقي هذا الكل من تو حتى المطلث. انتم تسمعون في اي اف ام توسكي سبور مع مهدي العيادي على اي اف ام احلى راديو. نسلم على الناس تسمع فينا وتشاهد فينا على اي اف ام واي اف ام تي في. تحيه لفريق الاعداد اليوم، فهم سعيد في الاعداد، في الاخراج امير، في الاي اف ام تي في سليم وام ورؤى، وفي السيام اميمه القربي، معكم مهدي العيادي كوتي ميكرو. قبل ما نبداو الحصه نتاعنا نحب نتمنى كل عام حايه بخير زميلتنا المصوره الصحفيه ديما في التيران تعبوها اميمه ملايح، احنا بنقول لها كل عام وهي حايه بخير، جويز انا في خسيخ ربي يطول في عمرك يا أميمة يا مليح. سعيد جدا اليوم باش يرافقني زوز محلين وزوز ولد الدار، واحد اول مره جينا بحضنا للاي اف ام والثاني تعود على توسكي سبور. نبدا بالمدرب الوطني نجم التحاليل، عديد الاذاعات طلبوه المده الاخيره وريناه كذلك في التلفاز كالعاده، رجع يكور بالصحيح طارق مسعودي. مرحبا. مرحبا مهدي، تحيه ليك. مرحبا زياد، ان شاء الله نعطيه الاضافه ونكون خفيف ظل في الساعه ذي. ديما تعطينا الاضافه، ديما عندك سكوبيت خويا، هاكا تمشي تعطي سكوبيت، حتى نحبوا سكوبيت خويا. حاضر. من جهه اليمين ولد السيابي، مدرب ولاعب كذلك، عمل العديد التجارب كمدرب في الاتوال السياسيه السيابي وفي المغرب. زياد زيود مرحبا. مرحبا. نادي الافريقي، نادي الافريقي يفوز بالله، اتحاد من السيري، اتحاد من السيري. اسمع هاي اسمه ولا نادي فيك شحملك زياد؟ مرحبا. الله يلبس، الحمد لله. نشكرك برشا على الاستضافه اخويا، مرحبا برشا باش قابل صديقي طارق، انت معاه في النادي الافريقي طارق، وعطا سيتيود بيرسون اكستراوردينير، تربيه اخلاق و وعب بروفيسيونيل برشا. وسكاوت راهو، فما حاجه ما قدمتهاش انا قلت لك، تو سكاوت راهو في المنتخب الصغر وعنده برشا ملاعبيه كورجي، وعنده عنده بر... عين، هو عنده عين في كلوب افريكان، خدم معنا اللي هي بال الباساج تاع الاصناف الشابه للكيب سينيور، عاونا برشا جوريات وقتها نادي افريقي. طارق يعطيك الصحه اخويا، مازلت عاون تو ولا لسه؟ ديما نعاون، ديما موجود. حشم طارق حشام، اول مره نراه الحكايه هذه. لا لا ديما نعاون، ديما موجود. مرحبا بكم الزوز، اكيد نحكيو برشا على جديد الترجي، كذلك زبير بيا لاعب ليجوند باش تولى رئاسه الهيئه التسييريه في النجم الرياضي الساحلي، وكذلك طارق وزياد انتم رانيتوا في النادي الافريقي وخدمتوا في النادي الافريقي، وسام يحيى وزهير ذوادي اعتزلوا البارح يعني في الصفحه الرسميه تاع النادي الافريقي، هبط هذا الاخبار. لكن قبل كل شيء اليوم 31 جويليا اخر اجل لخلاص ديون اللاعبين المتخلفه بذمه الجمعيات الرياضيه اللي باش تشارك في المسابقات المحليه. نادي بنزرتي كان صرح الجماهير وكان بكل شفافيه الوضعيه صعيبه للفريق، عنده ديون بقيمه 2.7 مليار دينار تونسي. اكثر توضيح مع الكاتبه العامه للفريق شيرين العربي اللي باش ناخذوها في المباشر. استاذه مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوه. يعيشك يا مهدي، مرحبا بك وتحيه ليك وتحيه لضيوفك وتحيه لكافه مستمعي يا فهد. يعيشك استاذه. استاذه اليوم 31 جويليا كانت تعطينا فكره وين وصلتوا في تحركات، نعرفوا بعض الجماهير في بنزرت وفي تونس وكذلك في الخارج كان يعني عملوا حمله، وين وصلت هذه الحمله في تجميع الاموال؟ قبل ما نجاوبك مهدي على سؤالك نحب نقول لك اللي بالنسبه للسيابي قاعده بخصوص ترابصات تعديت على احسن وجه، قاعدين معناها التمارين نتاعهم امورهم معناها طيبه، انتدابات كيف قاعد يقوم بها الفريق، ثم تحديد المباريات الوديه اللي مع الرجاء ومع الاولمبي البيجي 3 و5 معناها برنامج احنا نحكيو فيه هذايا ما ياثرش على استعداد الفريق للموسم القادم. واضح. معناها امور في الفريق جيدة وجيدة جدا، والحقيقة
معناها مشكور رئيس سمير يعقوب اللي معناها في الفترة اللي قاعدين سوا الناس معناها نخموا في حكي الديون هذه والكل، لكن بالنسبة للفترة الحالية بالنسبة للاستعداد للموسم القادم الفريق راهو قاعد يقوم به على أحسن وجه. واضح به بالنسبة للديون اللي هو طلب جماهيري أستاذة اليوم باش نبدا الناس فعلا اليوم طلب جماهيري الناس بجمهور نادي بنزرتي حاب يسأل وين وصلت نعرفوا منيح اليوم 31 جويلية آخر أجال علاش احنا أستاذة يعني جبناك وحكيناك وأكيد نادي بنزرتي باش نرجعوا له لأنه غدوة يدخل في ستاج جديد كذلك أستاذة خلينا نبدا نجاوبوا على الفلوس بعدك تنحكيوا على جانب الكروية. بالنسبة لنا احنا الاشكال اللي ارق الجمعية هذه واللي للأسف معناها من ممكن من اصعب الفترات اللي مرت بهم الجمعية هي الفترة هذه، هذم ديون كبيرة للحد اللحظة هذه ما لقيناش حل فيهم، والحقيقة دي مش ما انا مش كان النادي الرياضي البنزرت هذه تقريبا مهم برشا في رق اخرين وهذا يلزم تدخل فيه معناها انا وهذا نداء الحقيقة عبر إذاعتكم مهدي أن السيد وزير الرياضة هو أستاذي وقراني في الجامعة ونعرف معناها جد ملتزم وإنسان كفء وكل أنه يتدخل في الموضوع ذي ذي موضوع من نجمش الجمعية وحدها معناها إحنا عملنا مساعينا الكل بطرقنا الخاصة أنه بش أن المبلغ هذي يتجمل وأنه تصير اتفاقات وأنه يصير الخلاص بقى إحنا ما نجمناش. احنا نداء الحقيقه لوزاره الشباب والرياضه انه الموضوع هذايا معناها تاخذوا بعين الاعتبار انه يصير تمديد في الاجل بتاع الخلاص انه سلطه الاشراف تتدخل ومعناها يصير الحقيقه تريد نقول لك هذه الاشكال مش اشكال يهم النادي الرياضي البنزرتي يهم كل جمعيات تقريبا نصف الفرق حتى الفرق اللي عندها ديون قليله ما قدرتش انها تخلص على الوضعيه اللي فيها البلاد وهذا معناها خارج حتى عن نحكي حتى كجمعيات يا مهدي بربي سامحني خارج حتى على اطار الجمعيه سواء هي الدوله قانون هي كل الرياضيه عنده قدام ما تمش معناها التنقيح سواء احنا تقريبا بقينا من البلدان القلائل في العالم اللي احنا كره القدم تتنظم عن طريق جمعيه انت جمعيه تمنحها من انها تستثمر من انها تكون عندها ارباح من انها تكون عندها نشاط تجاري انت تفرض عليها انه تكون بمساهمات من الدوله بالقانون راه القانون هو اللي يقول لك اني الجمعيه غير الفلوس الاشهار اني تكون بمساهمات من معناها من الدوله من الجماعات المحليه من المؤسسات العموميه معناها هي اللي تمول الجمعيه انت تفرض عليها هذه تقيدها وتخنقها ومن بعد تقول القى انت الحل احنا في هذه تراكمات أستاذ قدم معك أنتم اتصلتوا بالوزارة اتصلتوا بالهيكل الرسمية طلبتوا شيء هذا يا أستاذة؟ احنا بعثنا مراسلة للسيد الوزير معناها في المقابلة معناها في إطار أن تصير مقابلة معه زي الحقيقة ما رجعناش ما فهمش إجابة على هذا الكل حتى نقول لك خاطر هو اشكال مش يهم الثياب مش احنا بيان سور يهم الجمعيات هذا اشكال يهم الجمعيات الكل معناها يلزم راوي يصير حل من سلطه الاشراف هذه تراكمات قديمه تراكمات العشر سنوات تطلب انت يعني قلت لك انت الجمعيه ما عندهاش نشاط تجاري ما تنجمش الجمعيه ما تنجمش تعمل ارباح ما تنجمش تعمل كذا وتطلب منها تقول لها خلص منين الموارد باهي استاذه هل هناك تطمينات يعني باش يزيدوكم اكثر ايام ولا لا استاذه حسب المعلومات اللي عندكم تنتظر انه تصير بطوله مثلا من غير الشر الفرق مثلا صحيح معقول معناه انه مثلا بطوله بتسعه فرق والا ثمانيه فرق صحيح لوجيك اللي راه هذه الذي انا راه حتى تهم الامن العام تاع البلاد ما نصورش انا مثلا اني بطوله باش تكون بثمانيه فرق الفرق الاخرين يلزم يتلقى حل من سلطه الاشراف ما تنجمش الجمعيات اني تلقى حل بين عشيه وضحاها اجا خلص وانا قلت لك انت مربوط معناها احنا حاولنا سعينا بقى المبلغ كبير وما قدرناش صحيح. كل جمعية عندها ما تتصرفش كما تحب الجمعية عندها كادر تتصرف فيه مش شركة واضح مش شركة باش تتصرف كما يعطيك الصحة أستاذة وأكيد نرجعوا لكم إن شاء الله في الأسبوع القادم نزيدوا نحكيوا أكثر على مشاكل هذه اللي تلاقيها نادي بنزرتي وكذلك نحكيوا على تحذيرات السيابية مشكورة وكذلك ما يلاقيش كان نادي بنزرتي لاقيها تقريبا قدك أكثر من شطر في رق اللي موجودة نادي بنزرتي كذلك قوي في القفصة النجم المتلوي المستقبل الرياضي بجابس عديد الجمعيات تطاوين عديد الجمعيات صحيح
على كل حال ميرسي، شكرا ليك على التدخل نتاعك الاستاذ وعلى الشجاعه نتاعك باش فسرت للجميع اللي بنزرتي وين وصلت السباق من اجل خلاص الخطايا. اكيد النادي بنزرتي كما جمعيه تونس الكل يلزم يخلصوا الخطايا نتاعهم، اكيد الايام القادمه نستناو في تعيين للجامعه التونسيه باش نجمو نعرفوا هذا الكل. اليوم فما فراغ كبير في الكره التونسيه، واكيد ان شاء الله الايام هذيا ان شاء الله الفيفا تتدخل بسرعه وتعطي اللجنه اللي تجم تسير شؤون الكره التونسيه. نخرجوا فاصل ونفوت رفيق مع ميسن، بعدك نرجعوا نحكيوا على جديد النجم الرياضي الساحلي. انتم تسمعوا في اي اف ام توسكي سبور مع مادي العيادي على اي اف ام احلى راديو. مرحبا بالجميع في توسكي سبور، معايا زياد زيود وطارق مسعودي باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي. اليوم زبير بيا اعلن على توليه رئاسه الهيئه التسييريه للتوال حتى انعقاد الانتخابات واعطاء مساج للجماهير. طارق اليوم كوارجي كيما زبير بيا ليجوند في النجم الرياضي الساحلي يتحمل مسؤولياته في الظروف الصعيبه ويتولى رئاسه الهيئه التسييريه للنجم الرياضي الساحلي. قبل الاتوال ساعه نحكيوا على السي اف بي، يعني اعطيني مثال سكي سير فما حل هو امبوسيبل مش تخلص العباد الكل اللي سالوا، يعني كيميل نتاع 10 ولا 20 سنه ما تنجمش بيرو سكي سير والكاف ماهيش عايشه في بلانيت وحدها تعرف الدوسي هذا. والله كان نعطيك الارقام طارق، نعطيك الارقام وكان حاضر معنا كريم الساحلي وقتها وحكينا فيه الموضوع قبل كده الرئيس لوبي هذيك الدرجه الاولى لجنه الدرجه الاولى في الجامعه سي اف بي زوز سبعة المستقبل كيفس مليار وشوي قفصه ومتلاوي 340 مليون يعني هذوما اللي نتذكرهم. ما نحكيش على النجم الساحلي ونحكيش على فما جمعيات خلص كما سياسات خلص يعني يصير ايشلون مو نتاع نتاع تروا كات ميركاتو معناها كل ميركاتو تنقص شويه لوجيك ما تودانكو هذه صعيب برشا هذه ما نجمو كان معناها جمعيات يتعدوا على السبعه ونطمنوا جمهور سيابي اللي راهو ان شاء الله فما حل جمهور سيابي جمهور الاتوال كل سير معناتها سمير نجح في لي دوسي ادمنستراتيف كل حلهم ورا اللي هو قادر باش يتجاوز المشكله هذه الكبيره صحيح وعندي ثقه فيه كبيره وفي الهيئه اللي معاه اللي قدرت ربي ان شاء الله سيابي باش يتجاوز المحنه هذه ومتماش معناتها بطوله تونسيه بغير نادي رياضي بالزرتي ما تحلاش هي ما تحلاش باهي برشا نقصي مشاكل احنا زيد بالنسبه للزبير باهي الحقيقه معناها خبر كان معناها كان باهي للجمهور الاتوال لانه الازمه الماليه الناس كل حكينا عليها يعني الاف المرات الازمه كبيره في النجم الساحلي وزيدها ازمه تسييريه كي يجي اسم كيما زبير باهي تحب ولا تكره يعني بالكاسكيت نتاع لونسيان جوور الانترناسيونال كابتن ليتوال كابتن ايكيب ناسيونال عنده توا ملي بات الكره هو في التحليل وراو اللي يقعد على باج عكس معناها فما ناس ممكن تبات الكره تبعد جمله باختيار شخصي منهم اما العباد اللي البلاتوات التحليل في الخليج ولا في البلدان الكل طلع مديرين رياضيين ناجحين طلعوا مسؤولين ناجحين طلعوا رؤساء ناجحين لانه قعد عايش في الكره ويتبع في الكره يعني على المستوى العالي. انا شفت التفاعلات بتاع جمهور النجم الساحلي كان الناس كل كانت فرحانه في البوزيتيف على الاقل على الاقل معناها فما حاجه تنجم حتى ما فماش فلوس وشفنا المشكله صارت محمد الدو وتقلق حتى ما فماش فلوس على الاقل تحكي مع عبد قدامك ولا رئيس قدام كيف في الكوره وتولي فما لونجاج يتعدى بين الرئيس واللي انت تحل الامور وتنحى الانترديكسيون وانك تجيب تعمل انتدابات لكن الحقيقه معناها كو كبيره واخبار ان شاء الله يتعدى الاتوال في ساعه الازمه نتاعك شيخ ترانزيسيون نتاعك انت ارتياح كبير من جميع الاتوال زياد بالاخبار نتاع اليوم الصباح. زبير شخصيه كبيره في النجم الساحلي ككوارجي كحتى كمسؤول خدشات مسؤوليه يخبر في النجم الساحلي اليوم يرجع من باب الرئيس الهيئه التسييريه خبر به خلى يمكن الجماهير فرحانين لكن شنو الاضافه اللي لازم يعملها زبير بيا خاصه عنده دي بريوريتي تو كبار برشا في الجمعيه. سي نورمال نتفاهموا مع الارتياح الكبير لجمهور النجم الرياضي الساحلي خاطر النجاحات اللي صارت مع زبير بيا فتره نتاعو النجم الساحلي معناتها كل تتويجات معناتها سي نورمال معناتها كي اي محب النجم الساحلي تقول زبير بيا يرجع 20 سنه التالي التتويجات الافريقيه والمحليه باش يكون معناتها نوع كبير نتاع طمانينه معناتها الخوف اللي عند جمهور النجم الساحلي على مستقبل جمعيته كي باش يسمع الاسم هذا زبير بيا اوتوماتيكمون باش يصير معناتها باش يريض باش تكون معناتها نوع من الارتياح الكبير باش تصير له
اون بليس هذا كشخصيه زبير باي معناتها الناس كل نعرفوه معناتها سيتي ليجوند في الاتوال لعب معناتها خلى كتب تاريخ في نجم الرياضي الساحلي وعد فتره كبيره برشا في الخليج معناتها في القنوات التحليل نتصور معناتها القنوات في الفتره اللي عداها هذيك عنده علاقات كبيره برشا كبيره برشا يجمع عون بها النجم الرياضي الساحلي في الامور التجاريه الاعلانات سبونسور والفلوس واكثر حاجه نتصور يجم يعاون بها النجم الرياضي الساحلي هي التخطيط خاطر زبير بيا امبوسيبل تعدي عليه كمانجير ولا كمسؤولين معناتها ما عندهم ثقه موجودين في النجم الساحلي هو نتصور باش ينظف البيئه نتاع الهيئه نتاع النجم الرياضي الساحلي ومتاكد اللي باش يحط معناتها الانسان الشخص المناسب في المكان المناسب وبالطريقه هذيك نصور ترى النجم الرياضي الساحلي باش يتقدم وباش يتجاوز الازمه نتاعو ان شاء الله. ان شاء الله. باهي خلينا نسمع زبير بيا شنو حكى اليوم الصباح على صفحته في الانستغرام ووصل ميساج كبير لجماهير النجم الرياضي الساحلي. تعرض علي دور الهيئه التسييريه في الفتره هذه حتى لين تصير جلسه عامه بعد مناورات ومشاورات وبعد برشا امور معناها ممكن بعضها مش لازم يخرج ومش لازم يتقال وكل شيء ولكن ماهيش اسرار معناها فهمت وصلنا لاتفاق اني باش قبلت باش نتحمل المسؤوليه وجات السفر هذه نتاع فرايبور لان الدعوه جات من قبل ما يتطرح موضوع الاتوال واني وافقت عليها وباش نمشي ما نجمش فوالا دونك التزمت مع فرايبور بالحضور بما اني وعدتهم باش نحضر واليوم ان شاء الله نروح لتونس الامور اجرائيا عند لجنه الدعم اللي هي عندها الصلاحيه باش اذا فما تغيير باش تشوف الاجراءات نتاعو وتفعل الاجراءات نتاعو قبلت المسؤوليه مانيش مش سر معنا عندي مده قاعد نحكي مع برشا ناس باش نعمل امتي تيكيب تشد هالفتره التسييريه هذه من هنا لين تصير الجلسه العامه وبعدين يا عم الله نشوفوا كيفاش مش تمشي الامور بالنسبه للإتوال ولكن مهم برشا باش ناكد الجمهور الإتوال والناس اللي تحب الإتوال راهو فما رجال راهو فما ناس ما تصدقوش اللي قاعد يتقال من انه فراغ وانه لا فما ناس واقفه فما ناس قاعده تتشاور فما ناس قاعده تعمل في حاجات باهيه باذن الله المشاكل باش تتحل ممكن مش في فتره زمنيه قصيره ولكن على عام ونص عامين فما برشا ناس قاعده تعمل في مجهود كبير باش تتغير الامور من رجالات النادي ورد بالكم تنساو ورد بالكم طيحوا القدر راهو فما رجالات في النادي ما تصدقوا حتى سو الميساج اللي قالوا حلو برشا في الاخر قال فما رجالات في النادي قاعده تعاون قاعده تعطي في برشا حلول للنجم الرياضي الساحلي اعطى ميساج ممتاز جدا زبير بيا والاكيد زبير راهو يعرف يحكي ويعرف يوصل الميساج طارق الدسكور يعني عكس اللي سوقوا فيه عكس اللي خاطر كل شيء سلبي جاي من سوسه كل شيء وينهم رجالات النادي ايش قاعدين يعملوا كذا كذا صحيح صحيح فما ناس متغشى وهذا عادي معناها جمعيه كبيره جمعيتهم متغشين على جمعيتهم لكن فما زاد ديسكور نتاعك نتاع تطيح مورال نتاع ما فماش نتاع وفات مشيت الجمعيه يحصل عليها كذا الكلام هذاك الكل يدخل الدوت عند لي سيبورتير وظاهر الميساج نتاعو لشكون زبير بيا انه معناها اعطى شويه موجات ايجابيه معناها اللي ما تخافوش راه فما ناس واقفه والاتوال راهي برجالها وفي الاخر اعطى الميساج الاخراني على رجال النادي لانه بصراحه في السنين الاخرانيه برشا يعني سبين وحاجه ولات معناها غير متاقة معناها شفنا عباد حطت مليارات وبعد تسبوا ولا حتى ما حطش والاشاعات والفيسبوك هو ياثر برشا على سورتو الجمعيات الكبار اللي جمهورهم كبير لكن الحقيقه معناها الانترفونسيون تاع زبير فيها برشا ذكاء عدى المساجات اللي يحب عليهم وان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله الاتوال ترجع في اقرب وقت للمكان الطبيعي. زيد خدمت في النجم الرياضي الساحلي وتعرف قيمه المسؤولين في الاتوال، اليوم زبير عنده دور كبير باش يجمع الناس اللي بعدت عن النجم الرياضي الساحلي وهذا يظهر لي اكثر دور يلزم يعملوا في الاتوال. افكتيفمون معناتها انت حطيت صبعك عديه النجم الرياضي الساحلي اللي فشلوا فيه الهيئات السابقه هي باش يلموا شمل الرجال. وزبير في حسبك اللي سمعته تو قال معناتها انطلقنا في مشاورات وعن رجال وعنده مدة معناتها الديسيزيون هذه اتخذت ظاهرة عندها أشهر ماهيش متاع جمعة ولا أنا يا سيح عندها برشا لهنا بشاس الكفاني العين متاع زبير اللي يجم يجيب الملاعبية باش نربط لهنا بقدوم مجد كشريدة اللي فما ناس في كواليس قولوا زبير بيا عمل دور كبير يسبش قنعه يجي لنا من رياضي الساحلي سي نورمال وجدي كشريدة في التوب دو فورم تاعه معناتها الولد راه عمره 28 سنة وسنية مع تلاعب 19 ماتش رغم الإصابة نتاعو معناتها معادة 86 دقيقة في كل ماتش أي معناتها وعم مردود ممتاز وعنده عروض كبيرة من نوادي كيما بيراميدز معناتها نصور عرض خيالي
رفض كيفاش قنعوا. ما نصورش انا وجهي نعرفه مع رينيتو نعرفه معناتها ماهوش انسان مادي معناتها كيخرج من الاتوال تنازع على حقوقه كله خرج ومشكيش وكذا مشكيش معناتها فريمون معناتها هذيك التعريف معناتها لونفون دو كلوب ولد النادي ومنتصور كيقوله هو ما نعب كيف النجم الساحلي انا نصدقه خاطر عشت معاه عشت معاه ونعرفه كيش خم النجم الساحلي معناتها تو في عمر وهذايا باللي بيرفورمانس اللي عملها في اليونان مع فريقه انا اليونان. بالنسبه لي انا معناتها تجم ديسيزيون معناتها خير مستقبل النجم الساحلي على مستقبل وجدي كشري ده معناتها ما يعملوهاش اي لاعب هذا معناتها نصور زبير بيا معناتها عمل كو كبير برشا خاطر كي وجدي في الفيستير باش يجيب معناتها يجيب برشا سامي معاه وزبير عرف شو يعمل معناتها وفي الدوسي نتاع وجدي كشريده نتصوروا مازال ما فماش اعلان رسمي اما كي وجدي صح نتصور باش بعد باش تصير بليزور سيناتور صحيح وجدي يعني ينجم يكون لاعب اللي ينجم يجيب برشا ملاعبيه طارق لهنا سويلي بنجيما غادر ما فماش عليه دروا في النجم الساحلي كامل اللي ليت ولا مش جونيور اليوم كي يرجع وجدي كشريده ظهر لي عنصر خبره والاتوال اليوم قاعده تجيب في ملاعبيه نتاع خبره حسب هكا السكاوت واللي قاعدين نسمعوا فيه تو مش خبره انا يعني بالنسبه لي انا وجدي كشريده احسن نادي دروا في تونس معناها وعندنا مشكله في المنتخب في الحكايه دي معناها ان شاء الله سنين غايه الزعلوني يعمل عام باهي عمل ديبار باهي وبعد تاع شويه فما عزيز القاسمي يا سي بي محمود غربال مش المستير يا جميل عطون جو اكثر عندنا مشكله مدرب المنتخب في مدرب المنتخب يقول لك عندنا مشكله في كي يجيك انت هو توا الباساج هذايا اكيد الساعه باش يرجعوا المنتخب براحه ويعاون الاتوال ويعاون روحه هو بطبيعه ينجم يعمل عام وبعد يعاود يدير لونسي مو شاربين هذوما اللي زوفر اللي يجوا من الانديه المصريه ولا من الانديه الخارجيه لونسي بيه يعني اي وجدي كشريده بالنسبه لي انا معناها انت ديب معناها ممكن مازال اربع سنين خمس سنين يكون لا هو راوند جين دو فيرا اكسترا اوردينير هو سي تان فري بروفيسيونيل يعني ينجم يكون اكثر سنوات اكثر اي كان ما يعطي مثال صغار في النجم الساحلي معناها فما دو فولي في في الجايه نتاعو الفولي الاولى انه زبير بيا كيفاش نجح باش باش قنعوا جاي والثانيه انه حاجه معناها مش يستفادوا منها يعني هو والجمعيه هو انه مش يرجع ولا يلعب ويعمل سيزون كامله في التوب وينجم يرجع المنتخب من باب الكبير لانه كما قلت لك معنا عندنا مشكله في البوست هذيك والليتوال يربح ملاعبي في الفيستير ملاعبي شيفروني ملاعبي عنده اكسبيريونس ينجم هذه تكون معناها كما الذكير ولا كما الحاجه باش تجيب لاعبين اخرين وترجع الكونفيونس لانه بها تسويق باش تجي لاعبين لانه الكلام اللي تسمع فيه كله شنو هو فماش فلوس الناس كلها فسخت فسخ لي وخلنا نمشي معناها كي تسمع كي يحكيوا ما تقولش يحكيوا على النجم الساحلي اي لاعب يتمنى باش يلعب في الاتوال اني قلت لك هذه الكل نتصور بالجايه نتاع وجدي مش يسكر القوس هذا وان شاء الله نسمعوا ديما اخبار به عن النجم الساحلي زياد الفتره اللي حديتوها مع لسعد ريدي في النجم الساحلي تشبه الفتره هذه منع انت ديما فماش ملاعبيه لكن رغم ذلك فما ملاعبيه برزوا معاكم كيما طيب زياد رجع الروح رجعت كيما اسمه كذلك الحاج محمود اللي اكتشفناه فراج قيلماني اليوم حمادي داو يجم بالمجموعه اللي عنده انتم زادت انت كنت مدرب وطني تعرف المجموعه تاع ليليت ومتاع الجينيور موجوده يجم اليوم يعمل توليفه بايه مع لاعبين هذول باش يجيو تاع خبره قوه النجم الساحلي انا خدمت فيها هو سونتر الفورماسيون تاعها معناتها اللاعبين شبان تاعها معناتها ما نتصورش اي مدرب باش يخدم في النجم الساحلي ماهوش باش يطيح في الشارع نتاع لو جون جوور نتاع النجم الرياضي الساحلي جوارات تتمتع معناتها بقيمه فنيه كبيره برشا جوارات عندها الجرينتا معناتها جوار معناتها كي بشي سينيور طلعوه نجح فيها عماد عملوا طلع برشا جوارات صغار معناتها جوار صغير يحطوا ديريكت تلقاه تقول عنده عامين ثلاثه يلعب حاضر يعني حاضر ما عندوش مشكله نتاع تاقلم ولا خوف يهبط طول معناتها هنا الكره في يد المدرب معناتها كيفاش بيعطي الثقه للجون جوار وكيفاش بيفسر مع طريقه اللعب نتاعو كيفاش بيوظف لي كاليتي نتاع لجون جوار لمصلحه المجموعه مع محافظ باش يطور معناتها مش معناتها باش تطلعوا انت عمره 18 19 سنه سي لازم ومام تو مازال في الفاز دو فورماسيون نتاعو مازال باش يتعلم برشا هنا معناتها خدمه تاع الاطار الفني نتاع النجم الرياضي الساحلي معناتها مهمه مهمه جدا جدا دو
بتقلق، لكن تو التطمينات اللي باش يواصل مع النجم الساحلي عاش يمكن جمعتين وثلاثه جمعات ظروف صعيبه في الاتوال، لكن قاعد يخدم ورينا حتى الستاج في جامارت وفما لاعبين شوبين في النجم الساحلي. ظروف صعيبه فما كلام تقال تسريبات ما عرفش صحيح ولا انه فما مشكله في الكونفيونس في الانتدابات، شكون ينتدب شكون لا، ما شاوروش هذا كله هذا ملف يتسكر بجيان زبير دونك ما عادش مش طاقه. قال الكابتن كيف كوا ومن يقيم من دونك مش توفى دي. دونك المدرب الاول هو الفاليد، الجمعيه نجم عندهم لاعبيه ولا عندها لي كونتاكت وعلاقات وليزاجون الناس كل تخدم هكاك، لكن في الاخر بكل كي فاليد تكنيكمون هو الكوتش وسير بلون فينانسي هو الرئيس نجم ولا ما نجموش. دونك زباير تعدى من الاكستريم من كنوش فوضى وما فماش حاجه وضبابيه، لانه مش يبدا ديريكت يحكي في الحاجات الفنيه مع رئيس يفهم كوره. وراو نحكيو على زباير باي من احسن لاعبين خلقتهم تونس مش نجم الساحل كوارجي وليجوند به. اي مدرب هو في الفتره الاخيره كسوا مع لاسعات مع محمد المكشر الناقص الكوادر لكادر معناتها احنا تو بوجدي بارمي لكادر لازم زوز ثلاثه اخرين. انا خدمت في النجم الرياضي الساحلي نعرف معناتها الكابيتانا قائد فريق ما طال حمزه جاسي معناتها سيت ان جوار بروفيسيونيل نعرفه رينيتو في النادي الرياضي بالزرتي معناتها جوار بروفيسيونيل في ظرف وجيز وصل قائد فريق تعرف الفراغ نتاع الموجود اللي كان موجود في الفتره هذيك هو الى اسيومي لو رول هذا نتاع الشارع بتاع القياده ولعب في اللاكا زاد ما عرفش معناتها كان اكزومبلير معناتها حتى تخلق قلوب جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي جمهور صعيب برشا هذا الى رايسي في الرول هذا بوجود كشريده نتصور معناتها بداو يصلحوا شويه معناتها في فما بوغطاس فما كذلك علي جمال البروبليم تاع لي بليسيور معناتها الاكوميلاسيون دو بليسيور ما كانش موجود ديما متوفر ليطار فني. وطارق بالنسبه لك شكون هكا لي بوست اللي ناقصين في النجم الرياضي الساحلي؟ ناقصه على الاقل 5-6 ملاعبيه في الخطوط الكل. وحاجه اخرى زاد باش ديما كي نعطيو ميساج يوصل مليح لي جون جور في الكلوب الكل راهو با كادو راهو لازمك تنحي بلاستك مش انت عندك كاسكيت تاع ولد الجمعيه يبدا الجمهور يدز معاك لازمك تفك انت لازمك تفك بلاستك وسورتو في جمعيه كبيره وكي يجيو لي بيريود هذم مهدي تاع ازمات ماليه تاع انترديكسيون كذا فرصه للي جون باش ينحيو بلايصهم ويسمعوا زاد الديسكور اللي لازم يسمعوه معناها احنا نقفوا معاهم ونعاونوهم وندزوا معاهم اما راهو بعد لازمك معناها تبروف اللي انت تستحق. نتصور زاد النجم الرياضي الساحلي ما عندوش مشاركات افريقيه يعني بطوله كوب على ذاك ما نتصورش مع النجم الرياضي الساحلي محتاج للانتدابات ثقيله فهمت معناتها نتصور انا الافكتيف اللي موجود مع كيلك ريكروتمون يلفي لافير معناتها البطوله التونسيه والبطوله نعرفوها ما ترتقيش مستوى كبير 16 جمعيه تفرق شويه يمكن زيد ما تطلبش مستوى كبير به. من النجم الساحلي نمشيو للترجي التونسي البارح الناس كل ظلات في المطار بلا يوسف البلاي وصل طارق وزياد مكوينا كذلك لاعب جنوب افريقيا اللي وصل حكينا برشا على البلاي خلينا ناخذ فكره شويه على مكوينا لاعب هذا يلعب في جناح ايمن وايسر حل من حلول الكاردوزو ترى اليوم الكاليتي اللي عنده اللاعب هذا يا جماعه برشا الترجي التونسي طارق سيختو عندك اكثر من سبعة أجانب ظاهرة الحكايه كيفاش مش تكون يعني الترجي مش يلعب عنده الحق في اربعه في التيران في الاربعه في التيران مش فما شكون معناها ما يتمسوش والاخرين مش يدور كل مره يدور جروب وفي الشامبيونز ليج مش يستعملهم الكل معناها الكلوار الترجي ظاهر تو مكونا على اليمين وبليلي على اليسار يعني رودريغيز في مهاجم رودريغيز لا رودريغيز هو اللي مش يمشي جايب اوفر معاه هذول مش يمشي ترينا امور واضحه جابوا به ما نعرفش اذا كان هو موجود مع ساس مع الملاعبيه الموجودين توغاي واولو يعني هذوما ما فيهمش كلام هذوما مش يكونوا زوز موجودين ديما لكن بعد في البطوله تعرف الترجي اللي بالافكتيف اللي عندها نجم الدور نجم الدور اما راهو التركيز الكبير كله في الشامبيونز ليج عادي معناها تلقاهم يلعبوا السبعه وجايين البليلي والملاعب هذا الترجي رجع يجيب في الكاليتي يعني لانه البريود الاخرانيه كل شفنا اللي تعدوا الانتدابات كل ما كانتش موفقه البليلي فالور سور معناها ملاعب تاريخي معناها في الجزائر ولا في الترجي معناها ممكن من احسن الكلوار اللي لعبوا في البطوله التونسيه وفي تونس وفي الترجي وفك بلاصته مع المنتخب الجزائري مع نجوم كبار وهز كاس افريقيا وراهن عليه بالماضي معناها كره وكاليتي بليلي لاعب كبير مع مكوينا هذايا الترجي تحس ولا يتبع معناها يلوج على 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 الكاليتي ما عادش على الكونتيتي
وباش يبعد على انه يخاف فما ريسك نتاع انه ينجح انه لا ولا معناها بنك يجيب في ملاعبيه لا يجيب في ملاعبيه كونفيرمي كونفيرمي معناها سور باش ينجحوا مش ما مش ما يعرفهمش. واش خلى اليوم مثلا زياد نسلك خلى اليوم فما لاعبين كيما مكوينا الناس كل ان شاء الله يقول ينجح في الترجي فما لاعبيه تعدي في الترجي ما نجحوش كيما مثلا في التجربه الاخرانيه نتاع بوكيا كيما طيب مزياني هاو ما نجحش في الترجي مع النجم اللي الساحلي عمل باركور باهي معاكم اي هنا معناتها كيما قلت لك نحكيو من قبيله عن نجم الساحلي كيفاش استغل الشبان معناتها طريقه التعامل نتاع الاطار الفني كاردوزو اللي معاه والستاف تكنيك الكل مهمه برشا معناتها تشوف انت ممكن مع اللي ستات نتاعو ماهوش باهين ماهوش عاليين ثلاثه في مباراه سجل 5 اهداف عمل 6 اسيست يعطيك صح اما كي تشوف لي فيديو نتاع ممكن معناتها جوار يلعب مليح بسيق اليمين سيق اليسار جوار بيركوتور يدخل لك الوسط يلعب لك على سيق اليمين يمشي يجم يعمل السونتراج معناتها جوار انا اللي ريتو جوار باش يعاون الترجي برشا وباش يعاون سورتو معناتها شي حسن فرقام رودريغيز خاطر انا نتصور رودريغيز كان معناتها ناقصو وحده هكاك لا رودريغيز خاطر عمناو في الشامبيونز ليغ لي ماتش اللي لعبهم كان بعيد برشا على الكاش هو رودريغيز بروفيل سيتان جوار معناتها يحب يلعب ظهره ويحب يعمل ريميز و سيتان تري بون فينيسور في 18 كيبعد برشا مش افيك ان بلوك با بلوك ميديون ماهوش يكون افيكاس ليش في البطوله كانت ارقامه ممتازه الترجي في البطوله ديما هو اللي يضغط هو ديما القدام مع وجود البلايلي مع تجوار كيما بلاك بريكوتور مع تقادر في الان كونترا يفسخ اي ملاعبي والامكانيات ريتا تاع موكينا نصوروا بشي الارقام نتاعو باش يتحسن برشا مش كيما في جنوب افريقيا وراهم ساس نصور معناتها رودريغيز نورمالمون في شيخ هذا شيخ هذا معناتها تبقى الكرة عند كاردوزو كيفاش باش التوليفه ديسبوزيتيف تكتيك كيفاش يلعب اسكو باش يلعب اون 4-2-3-1 معناتها مع ساس ريجيسور ليبر ولا باش يلعب اون 4-3-3 وانا نفضل حسب ما تفرج في ساس يلعب كرقم 10 معناتها تخليه ليبر ولا ديما يدخل وسط صحيح يعطيك صحه يكون اكثر كرياتيفيتي ويكون موجود اكثر في ليزاسيس شوف انت الاهداف اللي ماركيها رودريغو ديما الباس الاخرى مع ساس ولا ساس هو يتنطر معناتها في ويعطيك بروفوندور ويمشي يسجل هو نصور معناتها الحلول اللي باش يعطيها موكينا وبلي اللي باش يعطيه باش يخلقوا اكثر فرص لرودريغيز وساس باش يلقاو روحهم اكثر ليبرتي خاطر رودريغيز ديما ما بين زوج ثلاثه مدافعين دونك شو اللي بلي على اليمين ولا على اليسار هو موكينا باش نصور شكون متحرر اكثر باه مع ماكو يا ما هذا الكل فما جوار تونسي باش يرجع للترجي التونسي هو معتز قدام اللي البارح على الانستغرام كان شكر فريق المصري بورسعيدي اللي يوفى الاعاره نتاعو اليوم 31 جويليا صدام باش يكون عنصر تراه اساسي في الترجي او تلقاه يجم يكون في البنك ونعرفوا مليح اللاعب هذا في 16 هكا رجع لعب فك بلاصته حتى في المنتخب رجع المنتخب ترى ولا قبل كل شيء الساعه جرون برافو معتز قدام لانه كان في الترجي خرج على خرج على السكه صحيح خرج من الترجي فيس على جروحه رجع عمل عام ممتاز عمل عام ممتاز في مصر 16 عام ممتازين جدا مشى في التورنوا نتاع مصر بالصدفه لانه وقتها ملاعبي الترجي اخر لحظه ما مشاوش كي مشى للمنتخب فرض روحه وعاود عيط له مره اخرى دونك هذوما الحاجات اللي نحب ديما نعطيهم للي جون راك تنجم تغلط راك تنجم ما تفهمش انت شنو لازمك تعمل كيفاش لازمك تعيش اما الملاعب الذكي والملاعب اللي يبدا بيان انتوري انه فيسع يرجع للثنية لانه معتز قدام فالور سير ما فهم حتى كلام يعني حتى واحد يفك بلاصه في الترجي ينجم كيما كان يحكي زياد المشكله كي مش يلعب ثلاثه نتصور باش يكون اولو وتقا وهو كي مش يلعب بزوز معناها بلاصه ما بينه هو وما بين ما بين تقا والثالث اذا كان مش يكون 10 مش يكون ساس ولا مشي يتيح ملاعب اخر الحقيقه بالشوال موجود نستناو ونشوفوا اللي ماتش ما يكون شوفوا يعني مخ كاردوزو وين ماشي وين يميل اكثر اسكو 4-3-3 عمناه وشفناه مدرب ما بين قوسين كان مدرب معناها دفاعي اسكو مش يكمل السنة مش ياخذ الدروس سورتو في الجروند رونديفو مع في الشامبيونز ليج لانه جمهور الترجي استنى في الـ في الـ في الـ في لي مرسول الكبار يحب يلوج على الملاعبين اللي فقدهم السنة في الماتشات هذوما انه باش يعمل ديفيرونس باش يجيب لك طرح من كوره من ربع فرصه انا نستناه ونشوف باه زدام كلمة على زدام زياد قبل ما نتعدي ولا نفوت رفيق معتز رانيتو معتا في الاتوال معتا جوار معتا عنده بوتنسيال كبير برشا خذينا وقت بري من شو نقاط قوته ونقاط جوار يعطيك لامباكت فيزيك معتا قوة بدنية كبيرة
جوار قادر معناتها باش يماركي لك من 30 20 شوف معناتها الاهداف نتاعو ديما بتسديدات باش يكون موجود ديما معناتها في البوكس تو بوكس ديما باش يكون ان تري بون ريليور كي بتلعب 4 3 باش يعطيك برشا حلول جوار ديسيبليني نتصور انا الفتره اللي تعديت خايبه في الاسبيرونس نتفهمها خاطر نعرف الريفاليتي اللي موجوده بين ليتوال والاسبيرونس ما نجمش يتجاوزها هو حكم الضغط كبير تاع جمهور النجم ما نجمش تعديها واحسن حل اللي الاداره نتاع الترجي معناتها سلفته عدى معناتها 6 اشهر باين ممتازين 6 اشهر باين سجل فيهم اهداف خرج با مال دو فوا ميور جوار دو ماتش لوم دو ماتش نتصوروا معناتها السنه مع لي كومبيتيسيون اللي عندها سوبر ليغ والبطوله والتشامبيونز ليغ وكاس العام كاس العالم ما الناس كل باش تكور ما فماش معناتها دي تيتولير هنا معناتها لونترينور كاردوزو باش يلقى روحو نتصوروا سنه دون لو كونفور جيستيون ديفيكتيف لهنا فوالا عنده جيستيون ديفيكتيف حتى جيستيون دي شيما تكتيك معناتها باش يكون عنده هو هو يختار الملاعبي سويفون لو شيما تكتيك اللي حاجته به هذاك نصور كاردوزو باش يخدم دون لو كونفور سنيا معناتها مع المجموعه الريكروتمون اللي وفرتهم معناتها الترجي فريمون معناتها يعطيهم صحه عنده عملوا دي اختاروا جابوا دي بروفيل بليتو كو دي جوار اختاروا معناتها دي جوار دي بروفيل ناقصين ليفيكتيف تاع الترجي دي جوار دو كولوار دي جوار ميليو تيران لاكسيال الحمزه معناتها يبو فيغ لي دو كجوار معناتها بوليفالونس ومن نساو زاد راهو بشير بن سعيد راهو سي تان غارديان ما يجمش ما يمشي يلعب لك لي كومبيتيسيون الكل كي باش يغيب ما يمشي يلزمك ان غران غارديان جابو بريمي غارديان صحيح معناتها برشا محبين معناتها ترضوا الحكايه هذيا انا معاها برشا ناس ما يعرفوش اللي بشير بسعيد طلع مع الاسعد الدريدي في اتحاد الفلسطيني وقتها كان انت موجود في الافكتيف ومعزم الثابت معاكم نتذكر حكينا عليه معزم الثابت نتذكر في 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 اذاعه بروفيسيونيل بشير معناتها باش تعرفوا قوي قبل التحدي هذاك بشير ما يرضاش معناتها باش يجي باش يكون فراجي في الترجي معناتها عارف علاش قادم ويعرف روحه معناتها يزم يكور وعنده ويعرف روحه اللي هو النمر واحد في المنتخب ما نتصوروا باش تكون كونكورونس كبيره في مصلحه الترجي بين مميش وبشير. يعطيكم الصحه تجيب حدانا ميسه في الانفو ترافيك بعد ذلك باش نحكيو على اعتزال وسام يحيى وزهير الذواتي. توسكي سبور انتم تسمعوا في اي اف ام توسكي سبور مع مادي العيادي على اي اف ام لغاديو. مرحبا بالجميع في العشر دقائق الاخيره من توسكي سبور معايا كل مطلق مسعودي وزياد زيوتش نحكيو على اعتزال وسام يحيى وزهير الذوادي زوج ملاعبيه هذوما البارح الباج اوفيسيال نتاع نادي افريقي طارق تبسم طارق اعلنوا شكروا زوج لاعبين هذوما اللي قضوا مواسم كبيره ياسر واحد كيما وسام يحيى من 2003 في السينيور نتاع النادي الافريقي ويعني كارير كبيره للاعب هذايا في 2015 في 2012 غادر رجع في 2015 حتى 2024 ومن منذ 2006 زهير ذوادي في نادي افريقي غادر عاود رجع بعد وسام يحيى الدربي الاخراني واللي قبله ذول حتى رقم قياسي هو في طارق الضياف في عدد الدربيات اللي كورهم اللي لعبهم كاريير لعب 505 ماتش جولدن بوي معناه ملاعب تاريخي في النادي الافريقي من 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 احسن 30 40 سنه اخرانيه الملاعبيه اللي لعبوا في الوسط في النادي الافريقي اول حاجه تقول على وسام بار لابارتونونس اللي ديما انا راه كي نتكلم ديما نربط باش نعدي مساجات للي جون جوار اول حاجه تحكي على وسام بار لابارتونونس نادي الافريقي والجمعيه والحمراء والبيضاء و الانضباط والنظافه والليجين دو في والريغور ملاعبي التوا صغير وسام 40 سنه معنا شفنا يعني عمل ماتشوات سنه للعام يتعدى خير حتى ملاعبي عمرهم 20 سنه ملاعبي كبير والحاجه الباهي انه قبل معناها تاريخيا في الجمعيات الكل ديما لي غرون جوار يخرجوا من الباب الصغير ان شاء الله فما ممكن فما امكانيه نتاع ماتش غالا ما بين فريق 98 وفريق 2008 في النادي الافريقي باش يلعبوا الملاعبيه ولا النجوم اللي لعبوا في 98 بالملاعبيه الكل بالاجانب والجينيراسيون نتاع 2008 زوير ذوادي كيف كيف ملاعبي معناها في 40 سنه الاخرانيه بالنسبه لي انا بعد فوز رويس وعادل سليمي احسن لاعب لعب في النادي الافريقي في الجناح
ملاعبي وي بعد في الأربعين سنة الأخرانية في الكل معناها في قيمة المهاجمين اللي لعبوا في في النادي الإفريقي بعد فوز الرويسي الإفريقي يعرف في النادي الإفريقي تصوروا أكثر مني بعد فوز الرويسي وعادل السليمي زوار الذوادي أحسن من البس مارو النادي الإفريقي زوار الزوشان مع عاصمة طرابلسي في 2011 زوار الذوادي ملاعبي صعيب في طبيعته ملاعبي معناها صعيب باش تجاريه كاركتير غانيور رباح راجل ما بين قوسين يعني يحبوه اصحابه الكل وتنجم انت ابار الملاعبيه اللي زهير يحبوه تنجم تسال الرؤساء اللي يخدموا معاه الكل المدربين اللي رانوه الكل اول حاجه مش يقول لك راه زهير غانيور رباح ما ديما يتكلم ديما ما يسكتش فوالا معناها كي يخرج من التيران تتقابل عبد اخر تقول ماهوش هو بلا شكرا للكيب نتاع الاف ام تي في وخاصه سفيان بلاك على حاط لكم تصويره نتاع وسام كان صغير في نادي افريقيا وتو في اخر الاعوام الاخيره نتاعو تصويره حلوه برشا اكيد برشا ذكريات كيف وما تم فماش الجمهور الكلوب مستحيل تلقى واحد ما يحبش وسام يحيى مستحيل فما لاعبين اخرين عندك تلقى بور وكونتر وسام يحيى ملاعبي تاريخي وان شاء الله ما توفيش الكره لهنا هما عداوا الزوز الكاف بي وخلاوها ان شاء الله نشوفوهم في الستاف نتاع نادي الافريقي ولا في المنتخب ولا يقعدوا قراب للكره وغرون برافو زهير ذوادي وسام يحيى علي عملوه للنادي الافريقي وجمهور الكلوب يعرف الكل بعد ما وفات الواحد تشوف البارح التفاعلات والنمبر دو بارتاج اللي كيهبطك الفيديو الصغير في الباج وبرافو زاد قاعد ما نلعب كان في النادي الافريقي قالها قالها وسام يحيى وبرافو للبيرو زاد الحقيقه اللي معناها في وقت اللي مور منتعشه في النادي الافريقي والامور سافا زاد تعطي وما نساوش ولادهم تعطي دي مساج بهين يعطيه ديما دفعه للولاد الجمعيه لانه ديما انا عندي العقليه نتاع ولاد الجمعيه انه الملاعب اللي يطول في النادي الافريقي الملاعب اللي يلعب في النادي الافريقي باش تعطي معناها تشجع لي جون ما عادش يقولوا لي راهي مسكره لي راهو كذا لي يحبوا يجيبوا من برا لا فما ديما ولاد النادي وكي تقول ولاد النادي في تونس تقول وسام يحيى معناها نلعب كان في الافريقي كلمه شهيره نتاع زياد زوز لاعبين دربتهم في النادي الافريقي كل واحد عنده كاركتير وسام كاركتير وزهير كاركتير وسام معناتها سالي دو جوار هذوما ما تنجمش توصفهم ما تلقاهمش معناتها كلمه باش توصفهم بها معناتها دو جوار اكزومبلير اون طون كو جوار ما نحكيوش ك معناتها دي فري كلوبيست الفتره اللي رانيتها في النادي الافريقي معناتها اصعب فتره في تاريخ النادي الافريقي خرج برشا كلام تاع ما حبوش يتريني ولا غريف فما يمكن اول مره باش نقولها لك عمر ما صارت غريف في الكلوب افريكا تجب خرجت في الميديا فما غريف ما ثماش غريف وقت نقولوا احنا باش نترينيو الصباح اما السيونس هي العشيه معناتها تقولوا صباحك قرفوا العشيه رجعوا وكان معناتها لي جوار وسام وزوير ما يحبوش ما يعملوا غريف معناتها كانوا يعاونونا احنا كستاف باش الناس نتجاوزوا كل المشكله هذيك ونجيو نترينيو العشيه معناتها حتى الفتره نتاعنا اللي عديناها في النادي الافريقي العامين حتى مره معناتها ما نهار قعدنا ما دربناش جراس علي كادر كيما زهير وسام ونسيزه حمزه عاطف معناتها الجينيراسيون هذيك بالنسبه لي انا اللي بلغه الشارع نتاعنا كلت برشا على راسها ما عنده جمهور وعمره ما ردوا وسام معناتها وصل معناتها كلي كف ما عنده جمهور وعمره ما خرج كلام خايف في جمعيته بشوف معناتها لابورتونس تلقاهاش عند اي ملاعب اخر معناتها كي نحكي على وسام والله واحد لحم قشعر معناتها انا شفته معناتها وسام نعرفه معناتها جوار اكزومبلي فوق ما تصور هو زوير مشاكل كبيره تعدى في العائله نتاعو مع المرض نتاع ولده عمره ما تشكى عمره ما طلب ولا حاجه حتى كي لعبت حابت فلوس ما خليه الموضوع في العائله ما خرجوش تجاوزوا والحمد لله عليه معناتها الولد الحمد لله عليه وكان اكزومبلير بالنسبه لي انا وسام الحاجه اللي تعجبني فيه كان اونترونور معناتها في الفتره اللي خدمناها مع الاسعد كان الاسعد سيتان اونترونور اكزيجون برشا سو البلان تكتيك كان يعطي برشا للجوار وسام كان معناتها بالنسبه لي كان قلقني شويه ديما يحب يعرف علاش هكا ومش هكا ديما يسر ما يعملش حاجه مش مقتنع بها في التيران جوار نتصور معناتها نهار اخر تو كمل الكارير نتاعو باش يكون ان تري بون اونترونور خاطر كان يدقق في اقل التفاصيل في الجانب التكتيكي وكان كل ما استحقيناهم بالزوز لقيناهم
وي طارق كمل هي. اكبر كذبه في في ال 10 سنين الاخرانيين انه الكبار يحكموا والفيستير مقسوم. صحيح هذه راهو يجاوبوك عليها الملاعبيه. انا فما حاجات هي والله حابين نتصلوا بيهم انا ما حبوش يتكلموا حابين نتصلوا بيهم انا جامش تحصلوا عليهم بعد نتكلم بعد تحديد المباراه. نتصور زوائل نجم يتكلم وسام نجم ان شاء الله ياخذوا تكريم كبير يستحق ان شاء الله يستحق ان شاء الله الجمهور سورتو الجمهور خاطر يعني لهم برشا جمهور ماتش كبير فما حاجات ممكن ما تحكيوش اما راهو بسرعه نحكي سورتو على زوار الذوادي اللي يعاون برشا ملاعبي صغار اللي يعطي الفلوس اللي يجي سبابه اللي وما يحبش يقول وما يحبش وهذا راهو يقولوا لك عليه الملاعبيه وكي نقولوا وسام وزهير معناها عباره زوز من 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 اهرامات ولا من الاعمده الكبيره نتاع النادي الافريقي اليوم كملوا الكره في النادي الافريقي ان شاء الله نصنع لازم جوار مدربين ولا مسؤولين غدوا يكونوا موجودين في النادي الافريقي. هم صحيح ولاد الافريقي ناخذوا الجي اس كا والعاف الافريقي لكم زيد ولاد المنتخب ولعبوا في منتخب وعطاو منتخب وهزوا شان انا كاس برك بتاع شان مع سيبي طرابلس كانوا موجودين فيها. انا افضل هدف سجله زهير الذواتي بالنسبه لي انا برشا بونتويت برشا انا ذكر بونتو مع الكونغو مع الكونغو في الشان مع الكونغو تخلى ذكر اسال كل هيك اسال كل وسام يحيى بونتو الزمالك هذاك يرفع تاريخي وسام يحيى ما ننساش حاجه اخرى راهم وسام يحيى الاولمبياد اخر اولمبياد تونس شاركت فيها شارك فيها وسام يحيى وصغير في العمر وقت وزوز عندهم اولادهم في اللي جوهم في الكلوب ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله يطلعوا كوارجي كما هو كما هو كما هو برافو كوارجي وسام كوارجي شر بركه زيد يعطيك الصحه ميرسي بوكو على الاستضافه ميرسي شكرا لك طارق كيف كيفك صح عايش فرحان قبل زياد اليوم وميرسي مهدي وان شاء الله انا اليوم اخر حصه ليا يرجع غدوه ايمن زروق ان شاء الله جمعتين اسبوعين بعدك محمد هادي بخوش على الصعيد لي ايمن زروق توسكي سبور من كل عاده مساطين ثلاثه كل يوم انا نقول لكم باي باي توسكي سبور